المنطقة الصناعية لويدسلي بيشلف، قطب نشط يمد عديد القطاعات الوطنية الصناعية الفلاحية والصحية بالتجهيزات الكهربائية من خلال إحدى منشآته لإنتاج المعدات والمولدات الكهربائية، منتجات مصنعة بنسبة إدماج تفوق 40%. مهنتي هي مهندس وفي نفس الوقت مصمم في الآلات هنايا. أنا حاكم الآلة تاع البلازما، وكاين المهندس فان حاكم الآلة تاع طبعا هنايا بوانسوناز، وفان نراقبوا عملية صنع الهيكل من الانطلاق تاعو حتى انها تركب. اشتغل في هذا المصنع منذ 3 سنوات واكثر. العمل تاعي في هذه المصنع انتاج الخزانات الكهربائيه التي هي امامكم، ذات من الاستطاعات الصغرى الى الكبرى، وكذلك مراقبه جوده المولد الكهربائي على ان يعطي الطاقه الكافيه التي نخرجها من المولد. انا متربص في هذه الشركه اختصاص الكترونيك صناعيه في شركه الشيامي. نعمل على تركيب مولدات كهربائية وليزارموار إلكتريسيتي أوسي. المصنع الحاصل على شهادة الجودة العالمية العام 2015 يدخل السوق الخارجي من بوابة إفريقيا، ويتجه إلى رفع من قدراته الإنتاجية. طاقة الإنتاج المصنع تقدر تصل حتى لغاية 2000 مولد كهربائي بكل يعني أوتوت بيسونس كونفوندي بكل الطاقات من 20 كافية إلى غاية 2500 كافية. تقوم حاليا المؤسسة بزيادة مناصب العمل لتوفير نظام يعمل بثلاث فرق. هذا بنظن إن شاء الله يكون المصنع يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. وإن شاء الله هذا لزيادة الإنتاج إن شاء الله بالك في السوق الوطني. بالنسبة للفائض إن شاء الله نصدوه إن شاء الله خاصة للدول الإفريقية. المصنع الذي تسهر عليه كفاءات من خريجي المعاهد والجامعات الوطنية علامة مسجلة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، واكتفاء بأفق واسع للتصدير.